معاكم حسين طباده المخرج مشرف على حمله تغذيه شاركنا بوث في وينترلاند وعطونا اياه. مثل ما انتم شايفين اليوم الحمله هدفها توعويه ارشاديه توعيه المجتمع بسلوكيات الغذاء الحاضر. واستضفنا اليوم اخصائيه التغذيه فعندنا مثل لوحات سويناهم احنا طلعناهم فيهم اغذيه صحيه واغذيه غير صحيه. عندنا هنا صور عرضناها على الناس استبيان اختاروا فيما أغذية صحية وفي أغذية غير صحية، فطبعا تم التعليق على الموضوع هذا من قبل الأخصائية. وطبعا راح يصير ربط، أخذنا تليفونات الناس الموبايلات وراح يصير مونتاج العملية بحيث أن كل واحد يعرف شو يختار، راح يختار غذاء صحي حقه ولا غذاء غير صحي. هذا نهاية هذه الحملة طبعا خلينا على تليفونات الناس سوينا معهم مقابلة راح يصير ربط بينهم وبين الأخصائية بحيث أن شنو يستفسرون منها عن شنو الشيء يضرهم شنو. أخصائية التغذية فاطمة بجداد هي كانت ضيفتنا اليوم وإن شاء الله تكون الناس استفادوا من خبرتها ومن معلوماتها على طاقة السمية إن شاء الله. فريق العمل راح يتواصل مع الجمهور وبين لهم شو الفائدة الصحية وشو اللي تسوي كل العمليات الغذائية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم اخوكم فيصل التميمي، انا راح امنتج ان شاء الله فيديوهات تغذية اللي ان شاء الله صورناها اليوم. السلام عليكم، معكم يوسف ماهر مصور فوتوغرافي بجروب ارت هاوس. السلام عليكم، معكم محمد المنصور مساعد مخرج الحملة بجروب ارت هاوس. السلام عليكم، معكم محمد مهندس الصوت في ارت هاوس. بالعافية وبس انا مصور سناب ويا الشباب الطيبة وما قصرتوا بس مشكورين.